تنحكي قصة. بجوز كنت بنت عادية، بجوز كنت طالعة من علاقة عن جديد، وبجوز كنت بعدني ما ارتبطت. بيوم من الأيام تعرفت على شاب حاول يتقرب مني كتير، شاب شخصية ومبين عليه إنه محترم، وأسلوبه بالحديث معي كان كتير حلو، بيختار كلماته صح وواثق من نفسه كتير. صار يقول لي إنه أنا معجب فيك كتير، وإنه أنا بلشت حبك، صبرت وما تسرعت. بعد فترة من الزمن صار يقول لي إنه لازم نفكر نرتبط مع بعض. مش الموضوع، حسيت إنه هيدا الشخص مناسب لإلي، بلشت حبه وبلشت أتعلق فيه. صرنا نحكي كل يوم كتير، صرت حس إنه هو بالنسبة لإلي أكتر من إنه أمان وثقة. صرنا نطلع مع بعض ونشوف بعض كتير، حبيته عن جد، كان نموذجي بكل شيء، بيعرف بالضبط شو يحكي وشو يتصرف ليخليني حبه. مشيت علاقتنا بحدود الشهر أو شهر ونص، كانت من أحلى الفترات، وبليلة ما فيها ضو بيتغير، شو ما أحكي بضل يعصب علي ويقلي مشغول مش فاضي، قلو بدي شوفك، بقلي أنا مريض وتعبان ومش قادر رد على حدا، بقلو بمرق لعندك على الشغل، بقلي إنه كتير مضغوط وعنده مشاكل كتير بالشغل، بنحكي بعدين. أصريت لحتى شفته قعد مقابله وكأنه حاسس بالذنب، وصار يشرح لي ويقول لي أنت بتستاهل أحسن مني، أنا ما فيني أحبك، وأنا ما بدي أظلمك، أنا ما بدي أسبب لك أي أحراج. أنت شو؟ أنت أي شخصية؟ طب أنا حبيتك من فترة، ليش ما حكيت يا جبان؟ شو اللي كان بدك إياه؟ وشو اللي غيرك؟ شو الأسرار اللي خليتك تحبني وتتركني؟ بس ما أكون مجرد رقم عندك كل شهر وشهرين، وبعد فترة رح تحب وحدة تانية وتتركها. شو التعريف الحقيقي تبعك يا بني آدم؟ هاي إذا كنت بالفعل بني آدم.